استاذ ممدوح اسماعيل. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهنئك واقول لك الف مبروك على خبر اطاله يحيى الجمل المجمله بطلب الاستقاله او بقول الاستقاله. اتفضل بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا التهنئه للشعب المصري كله. ولكل انسان حر ولكل مسلم غيور على دينه. لان يحيى الجمل اساء لحريه الشعب المصري، اساء للشعب المصري، اساء لكل معاني العداله في مصر باسلوبه الاستبدادي والاقصائي واستمراره في اسلوبه طوال 4 أشهر اليتيمه اللي جلس فيهم على مقعد نائب رئيس مجلس الوزراء. واعتقد ان هو انا حياته السياسيه بسوء خاتمه له سياسيا في 4 أشهر اللي قضاهم في مجلس الوزراء. شخصيا انا بقول الحمد لله رب العالمين ان يحيى الجمل تمت اقالته، ولكن في عده وقفات. الوقفه الاولى ان يحيى الجمل لما خرج على الشعب المصري عبر الفضائيه المصريه واستهزأ بذات الله تبارك وتعالى كان ينبغي القرار يكون سريع جدا. لكن للاسف الشديد استمر يحيى الجمل حتى خرج على الاعلام انه كالطود الراسخ وانه كالجبل الشامخ وانه لا يستطيع احد ان يزحزحهم مكانه. فاستمر في طغيانه واستبداده واسلوبه الاقصائي وسلق القوانين واستمراره في الاقصاء اللي انتهجه في مجلس الوزراء وتعمد اقصاء الاسلاميين وتعمد اقصائهم من اي مركز. شكل مجلس حقوق الانسان، شكل مجالس صحف، شكل محافظين، كل ما ساهم فيه يحيى الجمل تعمد في اقصاء اي انسان مسلم في هذه المراكز وهذه الاماكن. لكن الحمد لله رب العالمين احنا تدافعنا معه في تدافع قانوني على مدى 4 أشهر، قدمنا عدة بلاغات وانذارات، والحقيقة ان الشعب المصري كان معنا في هذا التدافع القانوني من اجل اقالته. تم فتح صفحات على الفيسبوك لاقالة يحيى الجمل، الصفحات دخل عليها مئات الالاف، وانطلقت حملات مليونية لاقالة يحيى الجمل، وانتقلت من الفيسبوك الى ميدان التحرير عدة معمرات ظهرت البنرات والاعلانات تطالب بإقالة يحيى الجمل. حتى كان النقابة هنا شفت اليافطة، وعلى النقابة هنا وضعنا يافطة، الشعب يريد إقالة يحيى الجمل، لحد ما تم امر الله تبارك وتعالى في إقالة يحيى الجمل. لكن المفارقة ان يحيى الجمل تمت إقالته بعد عناء 4 أشهر استنزفت فيها حرية وكرامة الشعب المصري على يد يحيى الجمل. لكن في عدة نقاط دروس ينبغي نتعلم. ان الانسان لا ييأس من المقاومة ومن دفع الظلم بكل الطرق والاليات القانونية والسلمية، وان الصبر على المدافعة والمقاومة سوف يجني ثماره طال الزمان او قصر. دي مسألة. المسألة الثانية ان هناك حالة تباين، ان الشعب المصري لم يثور كما ينبغي ان يثور لذات الله تبارك وتعالى عندما تجرأ يحيى الجمل واهان ذات الله تبارك وتعالى. ودي فيها علامة واضحة ان قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، ان الشعب ما زال ايمانه وانفعاله وغيرته على دين الله تحتاج الى دعوه وتحتاج الى يقظه. لان ممكن يحيى الجمل اساء في قرارات او قوانين او كلام، كل ذلك لا يعد شيء بجانب اساءته لله تبارك وتعالى. دي مساله مهمه جدا. المساله الثالثه ان في ناس كتير جدا لم تواصل معنى الحمله ضد يحيى الجمل وظنت ان هو بكلماته ان هو كالطود الشامخ ان هو هيبقى. ولم يتعظ يحيى الجمل ولا الذين يأسوا ولا الذين وقفوا معه مما حدث مع حسن مبارك او غيره، لان الاستبداد لا مكان له. والحقيقه ان مصر تغيرت حقيقه بعد 25 يناير، ولن يبقى مستبد او ظالم على كرسي او في مكان ايا كان. انا مش عايز اطول، لكن بقول الحمد لله رب، ذلك فضل الله تبارك وتعالى، ومبروك لكل مصري حر، ومبروك لكل غيور على ديني إقالة يحيى الجمل. ونتمنى ألا يستبدل مكان يحيى الجمل بشخص آخر أسوأ منه. نتمنى أن يعين في هذا المكان شخص يليق بهذا المكان، يحافظ على مكانة مصر ويحافظ على استقلال مصر وحرية الشعب المصري. ويحيى الجمل أيا كان إحنا انتقدناه لأخطائه، إحنا شخصه، إحنا بعدين عن شخصه أو شخص غيره أو شخص أيا كان، إحنا بنتكلم عن سلوكه وما تحدث به يعني. هل في بلاغات مقدمه ضد يحيى الجمل في الفساد او في الفساد اللي هو عمله سياسيا او ماديا؟ في عده بلاغات مقدمه، في بلاغات مقدمه من بعض الناس على علاقته بابراهيم كامل وما جناه من اموال وفساد في علاقات تجاريه.
احنا قدمنا بلاغ عن فساده في رحلة البرلمان الأخيرة للبنان وإهدار المال العام وصرف مكافآت لأعضاء مجلس الشعب بدون وجه حق. مجلس الشعب انحل وهو صرف مكافآت لأعضاء مجلس الشعب وخرج برحلة برلمانية لموظفين في مجلس الشعب عشان يسترضيهم وراحوا لبنان يتفسحوا. دي مسألة. احنا قدمنا بلاغات أيضا لإهدار المال العام في تبنيه، هو أول من خرج وأصار مسألة الدستور أولا، وبذلك أهدر 300 مليون صرفت على الاستفتاء وعلى إرادة الشعب المصري. قدمنا بلاغات في مسألة استهزاء بذات الله تبارك وتعالى. ويعني لا أذكر، هل هذه البلاغات تتحط في الأدراج أم يتم متابعتها؟ البلاغات كلها حتى الآن محل تحقيق. في بلاغ أيضا مقدم ضد بيحيى الجمل مننا كمحامين من حوالي 170 محامي بسبب السب والقصف لما خرج على قناة الحياة وقال ألفاظ واتهمنا، لما احنا قدمنا بلاغات ضده واتهمنا بألفاظ غير مقبولة مطلقا، والبلاغ محل تحقيق حتى الآن، لكن احنا هنتابعها ونتمنى ان القضاء ياخذ حقه من يحيى الجمل. يعني شكرا استاذ والعداله يعني شكرا.